فالسفينة تتمتع بالاستقلالية على مدى 12 ألف كيلومتر لمدة 30 يوما بسرعة اقتصادية تقدر ب 15 عقدة بحرية. قلعة بني عباس للقيادة ونشر القوات لها مهام متعددة في كل الظروف في السلم والأزمات، فهي تضطلع بالإسناد اللوجستيكي وتموين سفن الأسطول والجندي والسفن الخاصة، نقل العتاد المعدات والعربات الخاصة، وتقديم الإسناد للعملية البرية، بالإضافة إلى المساهمة في حالة الكوارث الطبيعية من إجلاء للمدنيين مع استخدام المروحيات وسفن الإنزال في منطقة الأزمة، المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى التعاون في المجال البحري والعسكري. هذه السفينة المكسب كانت محل زيارة السيد الفريق أحمد قايد صالح بعد التدشين والتفتيش، حيث طاف بمختلف أقسامها من منظومات الصواريخ والمدفعية، حيث توقف عندها مطولا مستفسرا عن خصائص كل سلاح ومدى تحكم الأطقم فيها. الفريق أحمد قايد صالح تفقد أيضا مستشفى السفينة الذي يتسع إلى 60 سريرا، من بينهم سريرين للإنعاش وقاعات للعمليات الجراحية كاملة التجهيز. كما تفقد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قمرة القيادة ومركز العمليات القتالية ومركز القوات المحمولة للعمليات البرمائية، إضافة إلى مركز مراقبة الطيران لقيادة هبوط وإقلاع المروحيات. السيد الفريق وبالمناسبة حث طاقم السفينة على ضرورة الصيانة الدورية والحفاظ على جاهزيتها العملياتية.